السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من تلوين شو اسمه؟ كين كانيكي، كين كانيكي، شخصية كين كانيكي من أنمي طوكيو غيلان طوكيو عفوا. طبعا بداية بس رح أستخدم اللون التخطيط الأسود مشان أعمل هيك بس عدة خطوط. سوف الآن في هذا الفيديو رح ألون بألوان $5. هذول الألوان الرخاص والبسيطات جدا اللي سبق في الفيديو اللي قبله اللي عملته آخر فيديو عنه. طبعا رح ألون لون الوجه بهذا اللون، بلون البيج الفاتح بهاي الطريقة بداية. رح طبعا الوجه بس هون هاي المنطقة، يعني منطقة بس محدودة اللي رح تتلون هذا اللون. بشرته فاتحة اللون، سوف أقوم باستخدام اللون الوردي للتظليل في هذه المناطق. بشرته فاتحة اللون زي ألوان هيك دائما مصاصين الدماء او الافلام اللي في افلام الرعب بيكونوا دائما بشرتهم تكون عسكني فاتحة وباهتة اللون، يعني زي الاموات. تمام، هيك لوننا لون البشرة. راح نلون كمان من نفس الالوان، راح نلون العين. العين طبعا لونها حمراء، راح استخدم هذا اللون لتلوين العين. سوف اقوم بعمل هكذا لماع قليلا من هنا ومن هنا أيضا، وسوف أقوم بتلوين كافة العين. طبعا سأعمل خط بهذا الشكل لأن عينه لا يوجد فيها بؤبؤ، فقط حمراء بهذه الطريقة. أقوم بالتغميق من فوق العين وبحدود العين أيضا ومن هنا هذا الشكل. بعد ذلك سوف أستخدم لون التخطيط الأحمر، هذا اللون كما ترون. هذه أريد أن أعرفكم هذه أقلام تخطيط رفيعة الشكل، تساعدني دائما على عمل الخطوط. سوف أقوم بتحديد طرف العين، لون العين من الأعلى ومن هنا أيضا قليلا. وأيضا كما ترون اللثة، سوف نقوم بتلوين كافة اللثة باللون الأحمر استثناء الأسنان. الشكل، ومن الأسفل فقط في الحواف سأعمل، لن أقوم بتلوين عند اللثة، فقط في الحواف. وبعد ذلك سأستخدم اللون الأحمر العادي، هذا اللون، لتلوين بقية اللثة ليأتي اللون فاتح قليلا كما ترون. هذا الشكل، فأقوم أيضا بتطعيم اللون باللون الكرزي، هذا الشكل. تمام، سوف أقوم باستخدام اللون السكني لعمل ظلال. طبعا هذه السحاب هون، ظلال في الفم من هنا قليلا بخط خفيف لكن لا تثقله، من هنا أيضا بهذا الشكل. وأيضا سأنتقل إلى هذا الذي يرتديه هنا، فقط سنقوم بالتغميق في الوسط بهذا الشكل.
من هنا ايضا هذا الشكل. ومن هنا بالخفيف كما رأيت الترام بهذا الشكل. وفي الداخل سوف نقوم بتغميقه كاملا بهذا الشكل وقليلا هكذا على الدوائر هذه. ومن هنا أيضا قليلا. وسوف أقوم باستخدام لون الجلد أيضا لون الجلد تلوين هذه المناطق كما ترون. هذه المناطق جزء يعني من لحم كتفه يعني مبين هيك منزوع اللبس اللي لبسها. والآن سوف ننتقل باللون الأسود. سوف أستخدم هذا اللون لون $5. إنه فقط يعني من ألوان $5 الرخيصة. وسوف ترون سحر جمال هذه الألوان. لكن قبل أن نلون القناع أريد أن أريكم ما هي المناطق التي سنقوم بتلميعها. طبعا هذه المنطقة بداية هذا الشكل. ومن هنا أيضا. ومن هنا أيضا. هذه الخطوط ضرورية جدا. ومن هنا هذه الطريقة. ومن عند الأنف أيضا من هنا من هذه المنطقة هذا المثلث طبعا سنبقيه هكذا سنبقيه أبيضا. ومن هنا سنعمل هكذا يعني برضو إنه تفرجوا برضو كيفية التلوين. يعني التلوين لازم الواحد يعرف كيفية الخطوط تدرج الألوان ومن أين يبدأ. برضو هذا الإشي مهم. برضو من هنا سنعمل خطان من هنا خط ومن هنا خط بهذه الطريقة. وين كمان ضايل هنا شوي عند الرقبة بهذا الشكل. ومن هنا أيضا عند الطرف هذا الشكل. الآن كما ترون سوف أقوم بتلوين كافة. وأيضا هنا زي ما أنتم شايفين هون تحت خصل شعره كمان كله رح يتلون بالأسود. هون في خط زي ما أنتم شايفين إذا ملاحظينه يعني هيك على الأطراف بس. الباقي كل شعره رح يضل أبيض أكيد. وهالكيت بعد ما عملنا هاي الخطوط جوا هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط ومن هان ومن هان ما تلونوش اتركوه أبيض لأنه هذا رح يعتبر لماع القناع الذي يرتديه. وسوف الآن أبدأ بالتلوين. كما ترون بهذه الطريقة. يعني عن جد ألوان $5 كمان مش بس رخيصة اقتصادية. يعني هاي اللون ما بريتوش بالمرة إلا بس مرة واحدة مشان بس بوز أعمله شوي بوز هيك من قدام بس مشان أفوت في المناطق
الضيقة لأقوم بتلوينها. طبعا زي ما انتم شايفين لوننا هيك القناع، هيك بلشت تبين الصورة، لوننا القناع هون. بس راح نكون بتلوين شيء خفيف بس فوق البياض هيك بهذه الطريقة عشان يكون دقيقين. من هون كمان شوي هذا الشكل تمام. هسه راح شايفين كل بلوزته اللي من هون كلها، كله راح نلونه كمان باللون الأسود، كله راح نلونه باللون الأسود هيك بالتدريج. بس خففوا شوي مشان بدنا نبين برضو مشان يبين برضو ركبته تبين انه مش نخفيها بال. طبعا هيك حلو الواحد يلونه طبقة خفيفة بعدين ببلش يثقل اللون. يعني هاي الطبقة الأولى مثلا خفيفة وراح أرد كمان أرسم فوقه كمان طبقة، لأنه إذا بظلكم شادين عيدكم إيدكم راح تصير توجع. الآن يكفي بهذا القدر من اللون الأسود. ماذا بقي علينا قبل ما نبلش في الشعر؟ خلينا بس نحدد بلون الأسود الغليظ لنقوم بتعليم عدة مناطق من هنا هذا الشكل. يعني قد ما لوننا بس أقلام التحديد ألوانها بتكون كثير بارزة. الآن سوف أنتقل للشعر. سوف كالعادة يعني اللون شلون شعره أبيض، بس أنا رح أستخدم اللون السكني وأقوم هكذا بتلوين عدة مناطق. سوف أقوم أيضا باستخدام اللون الأسود لعمل هكذا بعض الخطوط فقط في الشعر. طبعا إذا كان متوفر عندكم أقلام تخطيط بدل اللون الأسود أيضا يبدو ذلك جميلا، ولكن بداية هكذا نستخدم دائما اللون الأسود الخشبي في التلوين، وبعد ذلك سنضيف عليه لمسات من ألوان التخطيط. وكما ترون هكذا يبين أنه يرتدي قناعا لامعا جميلا بهذا الشكل. وطبعا هيك وصلنا لنهاية الرسمة. تنسوش توقيعكم الفني، رح أوقع اسمي بالأحمر المخيف. طبعا أنا اسمي هيا
وأسماءكم الرائعة أيضا، ويسعدني تفاعلكم معي في القناة. وهذه الرسمة بناء على طلب الجمهور، أرجو أن تنال إعجاب الذي طلبها وإعجابكم أنتم أيضا. وتنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة ليأتيكم بكل ما هو جديد، وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى. وسلام. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والتعليق في القناة. كل الحقوق محفوظة لدى قناة درو وأبدع.